محمد انور على التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقال الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا. وكل شوية نجيب عبس شوية قد ينظر لكم الطعام يقالها جبنة فيها رب وحيد. الفيديو الثاني ضاع؟ ها؟ من الشيطان. الفيديو الثاني ضاع؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون.
هو الله الذي
محمود. Thank you.
ولا يشوف ما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم Mm-hmm.
طلب الرجل الساعي عزيز عليه. يلا يا عم عدي خلص خد براحتك يا سيدنا براحتك. الله يفتح عليك صحصحنا كده يا شيخ محمود صحصحنا حتى بطع الفجر يا شيخ مع بدر بسم الله يا عم يا سرجنا شرفت يا سيدي.
هي عبادة. عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم آيات الإعداد، فلها علينا الفضيلة بالقارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور على الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة، وكذلك عبر الأسير موجود في الإذاعة المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوجة ملكة هدية بمحافظة الشرقية. أما ما كان الفراش الأخرى أو المهندسة الكهربائية ولقمة الأنوار إدارة الحاج أمير رضوان والمقيم بالنزيل أبو حماد، وقام بخطة الضيافة المتميزة إدارة محمود أبو حسن والمقيم بالشرق الكبير بمحافظة المصنعية. وشكرا